اخيرا حاضر ده شويه قدام التلفزيون. ايه ده يا نهاري، انا عندي سؤال عايزه اشوف، لو انا بعت العرايس بتاعتي هيكلفوا كام؟ يا ترى بقى هبيعهم منين، هبيعهم ازاي؟ هجيب ماما. ماما ماما ممكن تيجي يا ماما؟ عايزه اسالك سؤال يا ماما. يا ماما حاضر يا ماما، جايه يا حبيبتي. يوم مش عارفه اقعد لوحدي دقيقتين ابدا، اهو انا جايه، اهو جايه يا ماما. ماما ماما كنت عايز اسالك سؤال يا ماما، لو انا جيت بعت الحيوانات بتاعتي دول هيكلفوا كام؟ تبيعيهم؟ ايوه، كنت عايزه ابيع مثلا دي هتكلف كام؟ ده اعتقد ب10 يورو. طب والسرير ده؟ مش فاكره، اعتقد ب40 يورو. طيب والسرير بقى بتاعي كله؟ اعتقد ده غالي يا اما، ده ب200 يورو. ايه ده يا نهاري. طيب ماشي، انا عايزه بقى ابيعهم كلهم واخد بقى الفلوس بتاعتهم، ايه رأيك؟ بس ده كتير جدا، ما حدش عندنا هنا في بيتي يا اما بيبيع او بيشتري الحاجات بتاعته. اوكي ليه يا ماما، انا محتاجه فلوس جامد قوي. خلاص انا اروح عند هنا مش خليها هي تشوف لي حاجه اتصرفها. ايه يا اما عايزه مني ايه يا صبح؟ هنا ينفع تشوفي لي شغل اونلاين؟ انا تشوف اي شغل اقدر ان انا اشتغله عشان انا محتاجه فلوس ضروري. طيب حاضر ماشي اوكي، هشوف لك شغل. طيب نشوف مع بعض، ايه رأيك؟ اه ماشي، في اي حاجة عشان عايز اشتغل ضروري بدل ما ابيع الحيوانات بتاعتي. طيب ماشي، بصي انا اللي لقيته ان انت ممكن تشتغلي ايه في الحصان، ان انت تكوني الرعاية بتاعته، ايه رأيك؟ الله دي حاجة حلوة جدا. طب خلاص هاخدك بقى ونروح دلوقتي، بس مدريش لو احنا رايحين. طيب ماشي اوكي، يلا بقى بينا نروح على طول. هي تروحين فين يا اولاد؟ ابدا يا ماما، انا هاخد معايا هنا ونروح عند اليوم بتاع الاطفال. طيب ماشي، متأخروش بقى. اوكي ايه ده، وصلنا. الله بموت انا في الحصان، انا بحبهم جدا جدا جدا، نفسي ان انا اركبهم كلهم، شكلهم عسل. الله حلوين قوي، يا انا فعلا هشتغل هنا يا هنا. هنشوف يا ترى بقى فعلا هيرضوا ان هم يشغلوك ولا لا. مش عارفه هيرضوا يشغلوني ولا لا. تعالي احنا المهم قدمنا على النت وهنشوف بقى النهارده كاتبين النهارده في الانترفيو، ممكن ان هم ياخدوكي ويخلوكي تشتغلي في الخيل. طيب ماشي، يا رب بقى يوفقوا ان هم يشغلوني. صباح الخير. صباح النور. انا كنت مقدمه على الشغلانه اللي انتوا حاطينها على النت، يا ترى تقدروا ان انتوا تاخدوني ولا لا؟ بصي دي اختي اما وكانت مقدمه على ان هي تاخد بالها من الخيل. انا حاسه ان انتي صغيره جدا على الشغلانه، بس ممكن نجربك ونشوف. ايه ده بجد؟ الله هتلاقوني هنفع قوي. طب ما تعمليش بقى مشاكل يا اما، وانا همشي بقى ياخدك بعدين. تعالي بقى افرجك على الشغل بتاعك. ايه ده، الله شكلهم حلو قوي الخيل دول. بصي احنا عندنا هنا احسن كتير جدا، وعايزاك ان انت تخلي بالك منهم وتقدري ان انت تحميهم. ايه ده، الله هحميهم، انا بحب جدا ان انا احميهم واخد بالي من الخيل. شفتي بقى يا اما الشغلانه حلوه جدا وسهله جدا، المهم بس تخلي بالك عشان الخيل ممكن يكون متوحش شويه. ما تقلقيش ما تقلقيش يا هنا، انا هعرف ان اظبط اموري. طيب خلاص انا كده بقى وريتك الايه الخيل، تاني بقى اوريكي المكان الاسطبل جوه، وهوريكي بقى الشامبو والحاجات اللي بيستخدمها الفرس. يا نهاري ده شغله بيستخدم فعلا حاجات كتيرة جدا، مش عارفة انا حاسة ان اما صغيرة جدا على الشغلانة دي. بصي هنا بقى بنحط الخيل، وبنحط بقى دي الحاجات اللي احنا بننضفها بيه، دي حتة هنا القماش اوكي، وبعدين بنحط ايه هنا دي بنغسلها، وبعدين بنغسل بقى الحصان الكبير بيها، ومعانا هنا الحاجات بتاعته بقى، دي الفرشة بتاعته، وده هنا المعجون اللي بنغسله بيه. يا نهاري اعتقد اما صعبة جدا ان هي تعمل الشغلانة دي، بس مش مشكلة، هديها بتجرب التجربة بتاعتها. انا بحب جدا جدا الشغلانة دي، الله انا فعلا عجبتني جدا، انا عايزة بقى انط في الحصان بتاعي اول واحد. خلاص اوكي، خدي بقى الخرطوم وحاولي بقى ان انتي تنضفيه. يا نهاري انا مش عارفة اتحرك خالص، الخرطوم كبير جدا، واخد المعجون ده هيقتلي اني واحد، مش عارفة. طب خلاص هاخد المعجون ده وخلاص. الله يوه مش ممكن، ايه ده، ده صعب جدا جدا، الخيل ده عملته كله بالصابون اهو.
يا نهاري انتي حطيتي ده صابون كتير جدا، ده مش كويس خالص ليه. حاضر حاضر هغسله بالمية اهو اهو، بسرعة اغسليه بالمية بسرعة عشان خاطر الصابون ده غلط عليه. ايه ده، ده طلع يجري، الحقوني الحقوني، الحصان طلع يجري، حد يمسكه، لسه مغسلتوش بالمية وكله صابون، الحقوني. اوه طلع يجري خالص، محدش ساعدني. انا اعتقد الست دي هترفدني على طول النهارده.